معانا قبل بس ما ناخد الاستاذ سيد ابو حرب من الشرقيه. يا استاذ سيد، استاذ سيد، الو، السلام عليكم. يا استاذ سيد، ايوه معاك. سلام سلام الله وبركاته. ايوه معاك يا سيد يعني حرب من سيد، مركز هو الشرقيه انت قريه الروضه. اللي توفي في الحادث سالك، انت عندك لا، ما فيش حد توفى. اللي نجا ابن اخيه، ابن اخيك. ابن اخي توفى بس ما اعرفش مين اللي طلعه، يعني ما اعرفش حاجه عنه. لا، بس ابن اخوك توفى ولا نجا؟ لا، طيب ايه؟ طيب، الحمد لله كويس. الحمد لله كويس. وبعدين حضرتك، اهالي الروضه، قريه الروضه، مركز وقود الشرقيه، المراحله، خلي بال حضرتك. طبعا الناس طفشه من الفجر يا باشا، البلد بايظه. قالوا قناه السويس هتجيب عائد، مفيش عائد، البلد كل يوم في الانحسار، الرئيس مش معتني بالبلد، البلد بايظه، البلد بايظه، البلد في حاله يا باشا، حرام عليكم كده، البلد باظت. الناس بتطفش من الفجر، الناس بتطفش من الفجر، الخربان اللي بيتقطع على البلاد. قلنا الرئيس السيسي حضرته ينظم البلد، البلد خربانه. قناه السويس بتقول هتجيب عائد البلد، في شويه قناه السويس بتفرق، خربت البلد. لا عملت هنا ايه يا باشا؟ يا عم سيد، مش عملت عايزين بس. هنا ايه؟ حرام عليك، البلد قربانه. طب ايه ده بس؟ مش عايزين نخلط الامور، تعبانين بس حرب مش عايزين. اهليه من الجوع كده، ما يصحش. طيب، مش عايزين نخلط الامور، بس قناة السويس ملهاش علاقة بان في مسؤولية حكومية، بس كمان في مسؤولية عائلية. يعني ايه العيلة اللي توافق انها ترمي بولادها في البحر؟ ما خلينا في مسؤولية عائلية. لا، لو سمحت، الناس طمسه بالفجر. حضرته سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال عملنا قناه، وعملنا المليارات، وعملنا شويه قناه سوبر، ما انا عارف ازاي خرب البلد. الاسعار في زياده، اسعار في قلناها في الحكومه، كل ده المجاعه يا استاذ باظت. سيد، بس خلي كل ده، انا كل ده عبرنا عنه. في احباطات معيشيه، في بطاله، مفيش شغل، بس في جانب كمان مسؤوليه العائله. يعني يعني نخلي ولادنا ليه يطلعوا على البحر بهذا الشكل، حتى لو هو رافع شعار انا ميت ميت؟ يعني يا باشا انتوا عاملين كده في البلد يا باشا، كده حرام، اتقوا الله فينا. طيب، يعني انت يا استاذ سيد، لا بس كان باشا يا بنت استاذ تروح سيد، قرن ما انا بكلمك الرسول. في الجانب، خلينا بس دقيقة واحدة. خلاص، احنا قلنا مسؤولية الحكومة ومسؤولية الدولة. انت شايف انه العائلة هنا حتى لو في احباطات معيشية تبعت ولادها على البحر؟ ترجع ونعم يا باشا، ده المستودعات انسرقت والبلد خربت، احنا عاوزين من الناس. حرام كده، حرام، الناس تمشي من الفجر. ما تخلينا اتفضل بس يا باشا، جاوبني على سؤالي بس. انا بقول لك اتفضل يا خلاص، باشا. ما انا معترف معاك بالاحباطات المعيشية والاقتصادية. البلد خلاص مش ماشي، هتستمر على الوضع ده، متفقين. البلد يا باشا مش هتستمر على الوضع ده، وعمر بلدي مش هتطول نهائي في الوضع ده، مش هتطول. لا، مش هتطول البلد، البلد ان شاء الله مش هتبقى. هتطول على الفجر يا باشا. ده كده لحمه وصل 100 جنيه. طيب يا عم، يا عم سيد، كيلو بس عم الطماطم سيد. وصل 6 جنيه. قرية الروضة، مركز وقود الشرقية، المراحلة، وأنا السيد عبد السلام حرب، مقيم في قرية الروضة، مركز وقود الشرقية، قرية المراحلة، باسم أني رجل عامل، أو رجل عادي، أو رجل وزير، أو رجل مدير، اللي عنده 5 وكيل. منين؟ منين يا باشا؟ ما تبقاش ابني عشان ابني يرفع من حقه المعنوية. أنتوا عملتوا لنا إيه؟ قناة السويس جابت لها دخل، فين ودخل قناة السويس؟ فين هو؟ انت ماسك في قناة السويس بس ليه يا عم ايوه يا سيد؟ باشا، ما عاملينها ايه؟ انا عامل شجرة اكل منها ولا تخرب قناة بيتي. السويس عائداتها على سنوات عايزك قادمة. لمين؟ 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 طيب، لمين؟ خلينا، لمين؟ ما انا معترف معاك ان في احباطات معيشية واقتصادية، بس انت لا مش عايز اله تجاوب الا على. الله. خليني في الجزء الثاني من المسؤولية. خلاص، احنا قلنا الحكومة مسؤولة. انا بسألك، هل انت توافق تصفر ابنك؟ انا وافق سفر ابني. ما فيش مش عندي فلوس، مش عندي دخل، هسافر ابني. هسفره، طيب، هترمي ابنك في البحر يعني؟ هرميه عشان خطوف يا باشا، ما انتوا شايلين عنا. ما فيش وظائف يا باشا، ما فيش وظائف، في شركه، في نهب. عندنا قريه الروضه، قريه المراحله، قريه الشغامبه، ابو شلبي، الحاجر، البلد احنا يا باشا في شغل، البلد فيها طيب كشوف فيها طيب نوم يا باشا. بس انت وصلي على رسول الله. عايز اقول لك، مع مسؤولية الحكومة التي لا انفيها،
انا مش هنفيها معاك يعني، لكن كمان مش عايز يعني جمله هرمي ابن البحر مش هعفيك من المسؤوليه ايضا يا عم سيد، يعني خلينا نحمل الجميع مسؤولياتهم ولنكن منصفين يعني. صحيح الحكومه مسؤوله مسؤوليه كامله يعني، لكن كمان العائلات ايضا مسؤوله. شكرا يا عم سيد. معانا سعد عبد العظيم والد محمد. يا عم سعد ربنا يصبرك. يا عم سعد عمر يا باشا ربنا يصبرك. الله يخليك. قول لي محمد كام سنه؟ 28 سنه، طالب بكليه اداب جامعه المنصوره. 28 سنه طالب بكليه اداب جامعه المنصوره. هو 28 سنه ولسه طالب ولا خلص الكليه؟ لا هو عنده الحقيقه ترم كان معلق معاه وكان لسه هياخد السنه ده، كان خلص وراح جيشه. طيب قول لي قول لي هنا محمد سافر ازاي؟ محمد سافر من هنا عن طريق سمسار سفر. عن طريق ايه؟ سمسار. طريق سمسار سفر. دفع له كام يا عم سعد؟ هو الحقيقه ما كانش دفع له فلوس وقال له انا على الوصول. يعني لما يوصل هيدفع له يعني. هيبعت من هناك ويحاسبه، كان لانه كان اخوه هناك وكده يعني. اخوه سافر. اخوه مسافر بقى له 4 سنين. واخوه سافر بنفس الاسلوب عن طريق البحر؟ بنفس الاسلوب. عم سعد ما 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 خفتش شويه وقلت لابنك بلاش يا ابني الناس بتموت في البحر؟ ماشي يا باشا. ايه؟ مع سعادتك يا باشا. نعم. عم سعد بقول لك ما خفتش شويه وقلت لابنك بلاش يا ابني اصل الناس بتموت في البحر؟ اقول لسعادتك على حاجه. الو اتفضل. سامعك يا عم سعد اتفضل. انا ابني طلبني تاني يوم ما غادر مش راح اسكندريه مرة رشيد يعني. قلت له هات نفسك وتعالى. قال لي طيب ماشي وما جاش. تاني يوم رن عليه قال في ضرب نار من حراسة الحدود وكده وقربنا للجنان وكده واحتمال نركب بكره. قلت له لا ما تركبش، تعالى ما تركبش البحر خالص. لان جالس حراسة الحدود يتعامل مع المركب بالنار ولا حاجه مالهاش لازمه. الو؟ انا سامعك يا عم سعد. لكن هو صمم. اللي هناك عملوا البحر هنا والاولاد اللي كانوا معاه احنا طالعين ناكل عيش وطالعين نشتغل واحنا مش قاصدين شر ولا حاجه وربنا ويانا زي ما هم قالوا لبعضهم يعني. ولكن هو ركب المركب وقدر الله وما شاء فعل. لكن هو دي يمكن اقول لك دي تالت مره يركب البحر. والمرتين اللي قبل كده فشلوا؟ وصل الصليب ورجع عن طريق الطيران الايطالي. يعني ايطاليا رجعوه تاني بعد كده. ما هو عشان سنه كبير ما ينفعش يخش من الصليب. هم عايزين 12 سنه لغايه في الطيران. ايوه هي دي بقى الكارثه اللي احنا بنتكلم عنها يا جماعه اللي هنكشفها لكم بعد شويه. ان تسال الاب ليه بتبعت ابنك. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. لو سيادتك اصل احنا بننفق في قربه مقطوعه بالنسبه للدوله. انا بكلمك بكل صراحه. فانا اللي عايز يتكلم معايا يجيني يسجل معايا تلفزيونيا، انا تحت امرك. عنواني معروف عشان اتكلم واقول لك اللي جوايا واللي جوايا يخرج للعالم كله والناس تشوفه وتعرفه. هنتكلم معاك يا عم سعد وقول كل اللي انت عايز تقوله ان شاء الله. ليه اقول لسعادتك؟ ليه؟ طيب أما واحد طب خليك معايا كده هسمع منك بس هسأل الأستاذ محمد السيد اللي فقد بنته في الحادث المأساوي. يا أستاذ محمد ربنا يصبرك. أيوه أستاذ محمد ربنا يصبرك. شد حيلك كده. الله يخليك. قول لي بنت حضرتك كام سنة؟ حضرتك 26 25 زي كده. هي سافرت إزاي؟ ماشي هي وجوز معاهم اطفال. اه كام؟ ثلاثة.
ثلاث أطفال. آه. في حد نجا من الأسرة؟ جوزها بس. جوزها بس. يعني ال 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 هي وأطفالها الثلاثة ماتوا في البحر. ربنا يصبرك يا عم سيد يا عم محمد، المأساة كبيرة يعني. قول لي كمان، في أنت بتقول في مفقودين؟ في مفقودين بطلوا العيال بس يا لسه. لا يعني هم عندهم ثلاث أطفال بس. اللي كانوا معاهم يعني. ثلاثة. طيب تسلمتوا جثث ولا لسه؟ لسه. العيال الصغار بس هم اللي طلعوا. العيال بس اللي هي الأطفال الثلاثة. محمد طبعا يعني ربنا يصبرك مع كل الآلام دي، لكن هل بنتك وهي مسافرة كلمتك قالت لك، فانت قلت لها يعني كان عندك رأي، كان عندك وجهة نظر؟ قلت لها ما تسافريش ولا قلت لها سافري؟ لا قلت لها ما تسافريش، لأن في ناس كتير ماتت حضرتك قبل كده. هو جوزها اللي كان مسافر وخدهم معاه يعني. انت قلت لها ما تسافريش. طيب مفيش شك طبعا يا محمد، المأساة بالنسبة لكم يعني تخلي انه ليس من الانصاف ان احنا نسأل يعني، لكن السؤال اللي بيبقى عند الناس ايه اللي بيدفعهم للسفر؟ هل الاحباطات المعيشيه والاقتصاديه؟ هل انه مفيش شغل؟ الناس عايزه تحسن اوضاعها؟ طبعا طبعا. هو جوزها كان بيشتغل ايه؟ بيشتغل باليوميه. باليوميه. يلا ربنا يصبرك يا عم محمد. الله يخليك. ربنا يصبرك. بشكرك طبعا. يعني يا جماعه يعني هنا هيبقى انه ليس من الانصاف، الراجل طبعا بيعيش حاله ماساويه وحاله صعبه، تخيلوا بقى يعني، وخاصه الاحفاد كمان عند الاباء بتبقى عامله ازاي يعني. فلما يفقد البنت واطفالها الثلاثه يعني، اي اسئله عن هنا المسؤوليات التانية لا يعني هتبقى يعني ليست منصفة، لكن هنسألها، لازم هنسأل جميع الأضلاع في هذه القضية. وزي ما بقول لكم الأضلاع كلها مسؤولة، مواطن، عائلة، سمسار، حكومة مسؤولة، دول أوروبية مسؤولة أيضا وبتتكسب من هذه الظاهرة. اوعوا تعتقدوا إنها يعني بتقوم بأعمال إنسانية فيها، لا، بتتكسب من هذه الظاهرة. هرجع تاني لعم سعد. يا عم سعد هبقى أسجل معاك وتفضفض، قول اللي انت عايزه، من حقك، يا حقك انك تتكلم عن مسؤولية الحكومة ومسؤولية الدولة، من حقك. يا أستاذ وائل، يا أستاذ وائل، اتفضل. لو حضرتك عايز تسجل معايا تلفزيونيا اتفضل، خد عنوان وانا تحت امرك. دي واحد. ان شاء الله. اتنين، وده الاهم، لو سالتني وقلت لي ابنك سافر ليه، انا هرد عليك. انه يكون اب وبياخد معاش 473 جنيه، عنده في التعليم بنت الفن تمريض. الو. انا سامعك يا عم سعد. عندي عروسه بتتجهز، ابني راكب توك توك وبيشتغل بيه، ورغم انه طالب في كليه الاداب جامعه المنصوره. وشايف الحاله والسكن والكلام ده كله. اين مسؤوليه الدوله؟ انا بسمع عن مليارات بتتنهب. احنا تعدادنا كام يا استاذ وائل؟ تعدادنا 90 مليون. لو انت اديتني مليون جنيه يا اخي كل سنه اكون اغنى الناس. اقسمها لك ماديا. انما يجي زياده معاشات يقول لك انا مزود 17 مليار. يا عم قول مليار، انا ما اعرف حد المليون. المليار ده ايه؟ المليار ده في كام مليون؟ المليار ده بتوع فين؟
انا بسمعك يعني. طب انت انت عندك كل وزير في الدوله مع 10 مستشارين، مرتباتهم كام، عربياتهم بكام، الوزير بيركب بكام، بدل سفر بياخد كام، بدل طبيعه عمل بياخد كام. الو، انا سامعك يا عم سعد، من حقك طبعا كل الكلام اللي انت بتقوله. عشان انا كده لما ابني يشوفني انا بالحاجه دي تنتظر منه سعادتك ايه؟ هيقعد يقول لي احط خيط على خيطك؟ قال لي يا اعمل حاجه معاك، والنتيجه ان شويه معربين وساخه وزباله مجتمع وعزاله في الدوله، والدوله مش قادره تحاربهم. اتنين، المركب اللي ركبوها دي لا تبعد عن حرس السواحل اكتر من 4 كيلو او 5 كيلو، بينها وبين ابو قير ما يتكملش 4 كيلو، بين البحريه بين كاميرا في المرعبه. يا استاذ وائل، انا سامعك انا سامعك، بس خلي بالك هم بيستخدموا، هم بيعملوا بياخدوا ترخيص للمركب، خلي بالك ما هو بيدفع. معلش يا استاذ وائل اسمعني، سعادتك الله يخليك، اتفضل اتفضل. انا ايه اللي سعادتك بتقدم لي؟ خلينا انت يعني حضرتك، انا في سؤال بس بسيط صغير، موضوع صغير. حضرتك انت جاي انا جاي بتقدم لك بصوتك كمجلس مدينه مثلا. الو، انا سامعك. حضرتك مثلا في مجلس مدينه، مع احترامي لسعادتك يعني، جاي بتقدم لك لطلب ترخيص كشك سجاير ماشي، بيعمل لك العقبات والعوائق وال لا 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 لا، انا مش على قواعد، بس حضرتك على مثل بس بسيط. حضرتك وفيتني كشك سجاير صح؟ ينفع ابيع فيهم، ينفع ابيع فيهم مخدرات؟ لا ما ينفعش طبعا. الله ينور عليك، يبقى انا برخص المركب دي ليه؟ لصيد السمك صح؟ ما هو ما هو صح، صح. انت بتقوله صح، وعجز عجز مؤسسات الحكومه عن مواجهه التهريب من الاسباب الكوارث يعني. استاذ وائل انا هقول لك على حاجه، دي لا الحقيقه الحادثه الاولى ولا هتكون الاخيره. الناس اللي خرجت من النجاه ومنهم من طلع حي وكويس وقابلته هناك، قال لي باللفظ الواحد كده، قال لي شوف يا عم الحاج، يعني طلعنا سلام بس والله هرجع تاني. قال احنا يعني اللي نجا بيقول لك والله لا اطلع تاني؟ بقول لك انا ما اشتغلش شغل في الدوله، انا لا مكان في الدوله وانا ما قعدتش، الحكومه شغلتني وانا ما اشتغلتش. الله، ما هو شايف نائب وفساد وعرب وبلا ازرق وغلاء في المعيشه. احنا الرئيس قال لك اربط الحزام ماشي، اما معيشه ده يلاقي كيلو السكر ب 8 جنيه، وبكره يبقى ب 10، هتعمل ايه يا استاذ وائل؟ هيقعد يغني ظلموه؟ ما ترد عليها بيه؟ طيب بس يا خلينا بس يا عم سعد، خلينا اتكلم مع كل ده، مع انا معترف معاك زي ما بقول لك بمسؤوليه الحكومه، بس كمان مش هنرمي ولادنا في البحر يا استاذ فاضل. حتى لو في الحكومه عاجزه قاصره فاشله، معلش معنا ابني اللي عدى الاولاني ربنا طول عمره نجح وعد. انت انا قال لك انا يمكن ربنا يكتب لي طول نجاح وامشي، ولكن لم يمل القدر. الله يا استاذ وائل، انا سامعك يا عم سعد، ابنك خلاص في ايطاليا الاولاني. أيوة. وربنا سهل له واشتغل يعني. اشتغل او ما اشتغلش بقى ده موضوع تاني يا استاذ وائل، ده موضوع تاني. المهم ان هو شق طريقه واشتغل حمله عني، كان هيجي جنب مني هنا منه ربما 73 جنيه. ما هو انت هيشيل حمله عنك يعني سهل. يا استاذ وائل، يا راجل مخلص دبلوم، اللي عدى دي مخلص دبلوم. يا استاذ وائل هقول لك على حاجه كويسه قوي قوي، ومثال حي موجود في مصر. اتفضل. في طالب يحمل دبلوم تجاره. تحديدا. وكان الاستاذ مفيد فوزي عامل معاه حوار.
بعد كده سافر هولندا معايا. فلما راح هولندا 5 6 أشهر لقى في مسابقة بيتقدم، مسابقة شرطة، مسابقة ضابط شرطة، ضابط شرطة مسابقة. اتقدم لها من نص 4000 متقدم، كان هولندي او عربي او افريقي او خلافه، ونجح من ضمن اللي نجح، واشتغل ضابط شرطة هناك، وتعرف نزل هنا تعرف بضباط شرطة كتير وبيقعد معاهم، وعرف ان هو ضابط شرطة بره وعارف انهم ضباط شرطة هنا. يا استاذ وائل، الدولة بتاعتك عمرها ما بتدي الحق للمواطن. طيب يا عم سعد، لو عندك ابنك واخد ثانوي عام بامتياز وقدم بكليه الشرطه، ابقى راجل عايل دخل كليه الشرطه، ابقى راجل عايل دخل كليه الحربيه. طيب انا مش مختلف معاك ولا في الكلمه اللي قالها مصدرتك النهار، قال لك ابن الدكتور يبقى دكتور، وابن الظابط يبقى ظابط، وابن الزبال يبقى زبال. ما ابن الزبال ده بحاله بيبقى وكيل نيابه، ابن الزبال ده بيبقى متفوق عليه عن ابن المستشار. يا استاذ واحد في ايه؟ ما انا بقول لك عشان الحديث هيطول، يا ريت لو حضرتك عايز تسجل معايا اتفضل تعالى لي. او ان شاء الله ان شاء الله يا عم سعد هنسجل معاك، من حقك انك تقول كل هذا الكلام، الا انا يعني بتفق معاك في جوانب وهختلف معاك في جوانب، ان تقصير الحكومة، فشلها، عجزها مش معناه ان انا وانت بتقول انا ما وافقتش ان ابني يسافر، يعني انا قلت له ارجع، لان انا كمان مش عايز ان يكون البديل لكل ده هو ان احنا نحول البحر الى هذا القبر الكبير المفتوح اللي بيلتهم الشباب باحلامهم بهذا الشكل. ان شاء الله يا عم سعد هنسجل معاك الكلام ده، ومن حقه يا جماعة اي حديث عن مسؤولية الحكومة واي كلام عن مسؤولية الدولة بمؤسساتها المختلفة عن هذه المأساة حقيقي، لكن كمان مسؤولية العائلة مش هتجاهلها، لا يمكن ابدا، مهما كانت المصاعب، مهما كانت المتاعب، مهما كانت الإحباطات، مهما كان العجز الحكومي والفشل الحكومي، مش معنى ده إن احنا نلقي بأولادنا في البحر. صحيح بعض الناس هيقول لك أصل اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار، أصل أنتوا مش عارفين ولادنا اللي مش لاقيين شغل بيموتوا ببطء إزاي، كل ده عندك حق فيه، لكن أنت كمان هتكون من عوامل موت ولادك. اما تشوفوا المأساة اللي كان بيكلمنا فيها عم محمد السيد منذ قليل، بنته واطفالها الثلاثة اللي ماتوا، الزوج خد العائلة معاه، اقعدوا تخيلوا عشان يبني هذه العائلة ايه التعب والشقة والجهد والسنين والألام والمشاكل، التعب ده كله بيضيع في لحظة. هيقول اصل احنا عايشين حياة محبطة، مش معنى كده ان يكون البحر هو البديل، مش معنى كده ان يكون سماسرة الموت هم الحل. لا يمكن، لا يمكن اوافقك على هذا المنهج، يعني مع تأكيدي على مسؤولية الحكومة ومسؤولية الدولة.